نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. البداية من محافظة المنوفية، تم تخصيص 9 مجمعات استهلاكية ومنفذين دائمين لتوفير اللحوم. في الأليوبية تم تشغيل مجزر كفر سعد ببنها لمناسبة عيد الأضحى المبارك. كمان امبارح في دمياط الهلال الأحمر وزع بالونات وهدايا على المحتفلين بعيد الأضحى في الحدائق، وفي الأقصر تم إطلاق 20 رحلة بالون طائر بأول أيام العيد على متنها 450 سائح. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية شهد الكورنيش إقبال شديد في أول أيام عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من الفرحة والبهجة، واصطحب الأهالي الأطفال وحرصوا على التنزه والتجول على الكورنيش عقب انتهاء صلاة العيد. في المنوفية أكدت مديرية التموين أنه تم تدشين غرفة عمليات مركزية لمتابعة أي شكاوى للمواطنين وربطها بغرف عمليات بكل الإدارات الموزعة على مستوى المحافظة، حيث تم تخصيص 9 مجمعات استهلاكية ومنفذين دائمين لطرح اللحوم والخراف لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرومة. في الأليوبية شهدت المحافظة افتتاح مجزر كفر سعد بمدينة بنها تجريبياً، واللي بيصل طاقته الاستيعابية ل 1500 رأس تقريباً في الشهر، وبتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900 متر، وبيضم صالتين للذبيح فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات. تجدر الإشارة إلى أنه تم أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريباً. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة تحديد عدد من الأماكن داخل المحافظة لفحص المقبلين على الزواج طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تحديد 3 أماكن لإجراء الكشوف اللازمة، وهي مركز المنصورة داخل وحدة طب الأسرة الدنابيق، ومركز أجا داخل رعاية طفل أجا، ومركز نبرو. في دمياط وزع الهلال الأحمر المصري البالونات والشوكولاتة والهدايا على الأهالي في الحدائق والمتنزهات العامة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، وشارك فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر المصري في دمياط في حملات الدعم النفسي والتوعية والتأمين الطبي بميدان الساعة والحديقة المركزية بدمياط الجديدة. في الأقصر زينت سماء المحافظة ومع التكبيرات الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك 20 رحلة بالون طائر أقلت على متناها 450 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية، بالإضافة للمصريين من زائري المدينة، وبدا المشهد رائع وكأنه لوحة فنية احتفالية بالعيد.